رأس سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة الاجتماع الأول للجنة التعاون بين مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية الخدمية. ويأتي هذا الاجتماع بناء على القرار الصادر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة برئاسة وزير شؤون البلديات والزراعة. وتم خلال الاجتماع مناقشة خطط وأولويات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من الخدمة والمشاريع وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة، كما تم التأكيد والاستفادة من دعم وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشروعات. وفي هذا الإطار أكد الوزير المبارك على الدور الذي تلعبه المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في مسيرة البناء والتطوير، مشيرا إلى حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع المجالس البلدية بما يسهم في ضمان سير المشروعات والخدمات وفقا للخطط المقررة. من جانبهم ثمن رؤساء المجالس البلدية الجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع التنموية، مؤكدين على أهمية هذه اللجنة في تحقيق التنسيق المطلوب لتنفيذ هذه المشاريع.